السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير. جبت لكم تحلية رمضانية سهلة بجوج ديال الطبقات، بدون فرن، بدون بيض وبدون كريمة. الطبقة الأولى كنحتاج نصف لتر من الحليب، جوج دراهم ديال الشوكولات الأسود، 10 قطع، ساشي ديال الكاكاو المر أو ملعقة كبيرة، جوج معالق ديال السكر سنيدة، وجوج معالق ديال المايزينا. أول حاجة كناخدو إناء أو كسرونة كنديرو فيها الحليب، ولكن كنخليو شوية من داك نصف لتر، ما كنديروش كامل، كنخليو شوية باش نخلطو فيه مايزينا. ناخدو هنايا الكمية اللي غدوبو فيها الشوكولات، كنديرو قطع الشوكولات والساشي ديال الكاكاو وجوج معالق سنيدة. كناخدو هاد الخليط ديال الشوكولات والحليب، كنديرو فوق البوطة حتى يدوبو لينا القطع ديال الشوكولات. كناخدو الحليب المتبقي، تقريبا كأس من الحليب، وكنضيفو ليه جوج معالق ديال مايزينا. ضروري كنقومو بهاد العملية، لأن مايزينا أو دقيق الذرة ما كيدوبش لينا في الحليب سخون أو دافي، فكيتكتلو لينا حبيبات. ضروري نديرو في الحليب بارد عاد كنضيفو الخليط ديال الشوكولات. دابا غنضيفو هاد مايزينا الخليط ديال الشوكولات وغنستمرو في التحريك. هذا هو الشكل ديال الكريمه بعد ما حيدناها من فوق البوطه، تكون بهذا الشكل. هذا كنديروها في كؤوس التقديم، كنملؤوا فقط نصف الكاس، وكنخليوها تتبرد شويه تشد في راسها، عاد كنديروهم في الثلاجه حتى يبردوا مزيان، وكندوزو باش نصوبوا الطبقه الثانيه. بقاو متبعين معايا باش تشوفوا الطبقه الثانيه ديال هاد التحليه. هادي الصراحه كتجي رائعه. ما خلينا هاد الكريمه حتى بردات شويه وشدات في راسها، غادي ندخلوها الثلاجه باش تبرد مزيان، وغادي ندوزو باش نصوبوا الخليط ديال الطبقه الثانيه. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. بالنسبه للطبقه الثانيه فكنحتاجو فيها نصف لتر من الحليب، وغادي نحتاج جوج معالق ديال مايزينا، ملعقه صغيره ديال الزبده الا ما كتبغيوهاش ماشي ضروري، وكاس من السكر. في هذه المرحله كناخذو جوج ديال الكسرونات، وحده كنخدمو فيها الحليب مع مايزينا، والثانية كنديرو فيها كاس ديال السكر بهذا الشكل. كنحطو هذاك السكر فوق البوطة على نار مهيلة حتى يولي كراميل، وكنزيدو ليه الخليط ديال الحليب والنشا. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقة. السكر بعد ما صبح كراميل بهذا الشكل هذا، كنضيفو ليه معلقة صغيرة ديال الزبدة مع التحريك جيدا وبسرعة، وكنضيفو ليه الخليط ديال الحليب والنشا، وكنستمرو في التحريك. كناخدو هاد الخليط كنحطوه فوق البوطة وكنستمرو في التحريك جيدا. وهذا هو الخليط ديال الكراميل مع مايزينا والحليب، كيكون على هاد الشكل. كنكونو جبدنا الكويسات ديالنا من الثلاجة اللي ديجا بردو مزيان، وكنضيفو ليهم
هاد الخليط ديال الكراميل، كنخليو هاد الكويسات حتى كيبردو شويه وكيشدو فراسهم، وكنعاودو ندخلوهم للثلاجة حتى كيبردو مزيان، وديك الساعه يمكن لينا نقدموهم. بقى هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. صراحه كتجي رائعه في المذاق وفي المنظر كذلك. كنتمنى تجربوها لانها كتستحق تجربه، وشكرا لكم على حسن المتابعه، وان شاء الله موعدنا في فيديو جديد ووصفه جديده.